مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه صباحيه من ارضيه هذا الميدان في انطلاقه اشواط هذا الصباح المميز من مهرجان سيدي سمو ولي عهد دبي، المنطلق على ارضيه هذا الميدان في بدايه اسبوعنا الثاني من هذا المهرجان، والرقص مع الكبار شرطنا السابع والخاص بالثنايا القعدان المحليات الاصايل هنا لابناء القبائل مع اشواط الانتاج والمنتجين. نسير معكم مع هذه المقدمه، نسير مع هذه التحدي وشاهين صالح بن محمد بن حبتور العامري من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة. نضيفنا على المركز الثاني لسعيد بن محمد بن خلفان بن بنونة لقتبي، وعلى المركز الثالث الذيب يأتينا لمحمد بن السيل بن منصور الشدي المنصوري من يأتي ثالثا، وعلى المركز الرابع المنطلق هملول سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف لقتبي، ومن الجانب الآخر خامسا المتواجد مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة هنا سلهود من يأتي هنا لمبارك بن سعيد بن سالم بن واس لقتبي، يأتي بهذه الانطلاقة على المركز الخامس وسادس. مراكزنا عجيب، اشطيط بن مصبح بن مسحار لقتبي، والمتسلل مزراق لأحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يأتينا بهذه الانطلاقة، بينما المنطلق على المركز الثامن مدبر هنا المنطلق بهذه الانطلاقة غاصب بن محمد بن هلال المزروعي يأتينا هنا بهذه الانطلاقة وبهذه تحديات. تاسع مراكزنا السمح هنا لفارس بن بخيت بن محمد المزروعي، وهناك لافي لسعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المنطلقة، وخلف العشرة هناك أسامي تتواجد أيضا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام مع راعي الطيرة على الصدارة وعلى المقدمة، والمركز الأول وشاهين صالح بن محمد بن حبتور العامري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط من البداية. المركز الثاني هملول سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف لقتبي، مزراق يتسلل بهذه اللحظات من السابع الى الثالث، مزراق لاحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري من ياتينا هذا الانطلاق الجميل، بينما القادم من الجانب الاخر هناك في هذه الانطلاقه والتحديات. المنطلق سلهود المبارك بن سعيد بن سالم بن واس لقتبي، هنا من يأتينا بهذه الانطلاقة والتحديات الجميلة، بينما الذيب على المركز الخامس، محمد بن السيل بن منصور الشدي المنصوري من يقدم لنا الذيب على المركز الخامس. سادس المراكز القادم هنا والمتسلل العجيب اشطيط بن مصبح بن مسحار لقتبي، يأتينا هنا بانطلاقته متسللا على سادس المراكز. والمركز السابع والقدوم في هذه اللحظات هنا في هذا الانطلاقة والتحديات الجميلة، الصاعد قادم الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري من يقدم هذه اللحظات مندفعا على سابع المراكز. والمركز الثامن لافي لسعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي من يتواجد ثامنا هنا ويتسلل إلى المركز السابع، بينما هنا القدوم في هذه اللحظات على تاسع مراكزنا السمح فارس بن بخيت بن محمد المزروعي، وياتي مدبر هناك في هذه الانطلاقة لغاصب بن محمد بن هلال المزروعي من يأتينا منطلقا بهذه التحديات والإثارة. هذه هي الأسماء وأسامي أيضا خلف المراكز العشرة تتواجد أيضا هنا للانطلاقات والتحديات. لنا
لنا عودة مع أشواط الإنتاج والمنتجين هنا لأبناء القبائل والمحافظة على هذه النوعيات من الإنتاج. هنا نعود إلى صدارة إلى المقدمة والمركز الأول مع هنا صدارة شاهين على صدارة على المقدمة والمركز الأول. شاهين صالح بن محمد بن حبتور العامري أزال على صدارة على المقدمة والمركز الأول. أرى مزراق يتسلل من مركز إلى مركز. مزراق هنا لأحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري المنطلق على المركز الثاني. وثالثا يأتينا الذيب لمحمد بن السيل بن منصور الشدي المنصوري هنا يأتي على ثانية ثالث المراكز. والمركز الرابع عجيب شطيط بن مصبح بن مسحار الاجتبي من يأتينا هنا على المركز الرابع. خامس المراكز بعد المغادرة لمنتصف المسافة هنا والانطلاقات والتحديات. نتوبع هنا لافي سعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي من ينطلق على المركز الخامس. وسادس المراكز وصل وبران ووصل وهالي هنا ايضا لهباب بهذا الانطلاق. عتيق بن سيف بن حاضر العميمي ابو محمد من يقدمه على المركز السادس. والمركز السابع ياتينا هناك الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري من ياتي سابعا. والمركز الثامن اول نداء هنا ياتينا مياس لمحمد بن بخيت بن لوتيه العامري من ينطلق مع مياس بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك شاهين السهيل بن سيف بن السهيل بن كلثم الخيلي ايضا قادم تاسعا. والمركز العاشر شاهين السالم بن محمد بالضبيعة لقتبي كذلك باول نداء. هذه ثلاثة اسماء تتدخل باول نداء لها هنا خلال هذه المسيرة. ونعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى شاهين هنا مع الثلاثة كيلومتراتنا واقترابنا من الثلاثة وحزام الغابات الثاني لهذا المضمار هنا في مسيرة شوطنا السابع للثنايا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل. هنا بسبع دقائق 59 ثانية قطعنا هنا أيضا الخمسة كيلومترات. نعود مشاهدينا الكرام شاهين لصالح بن محمد بن حبتور العامري على الصدارة على المقدمة. ومزراق أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتي على المركز الثاني. هنا المركز الثالث لافي سعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي. وهنا المتسلل الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري هو الذيب راب هناك خامسا. الذيب لمحمد بن السيل بن منصور الشدي المنصوري. وسادسا وبران المتسلل من التاسع يتدخل بدوره هنا الى سادس المراكز وفي طريقه لعتيق بن سيف بن حاضر العميمي قادم هنا مع المنعطف الاخير والالتفاف الاخير لهذا المضمور. وعجيب اشطيط بن مصبح بن مسحار الاجتبي والقادم هنا شاهين السهيل بن سيف بن السهيل بن كلثم الخيلي ومياس يتسلل لمحمد بن بخيت بن لوتية العامري. وعاشرا هملول سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الاجتبي هنا الثنين كيلومترات واسترايت لاين الى المنصة الرئيسية الى الفوز والى الناموس. والصدور غير وبران بعد الثنين كيلومترات ما شاء الله انطلق الى المقدمة انطلق الى الفوز والى الناموس. اهالي الهباب قادمين مندفعين ما شاء الله بالصدارة بالمقدمة مع ابو محمد عتيق بسيف بن حاضر العميمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول بانتاجه المميز الجميل. هنا بهذه الانطلاقة المتميزة هنا قدم من الجلايس أيضا بهذا الانتاج الجميل.
هائل. وهنا الصدوق المركز الثاني ياتي لافي على المركز الثاني، لافي لسعيد بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي من ياتينا ثانيا، والمركز الثالث همنول سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي، ومزراق مزراق احمد بن سعيد بن عبيد مقليفه الحميري من ياتي على المركز الرابع، والمركز الخامس مياس محمد بن بخيت بن نوتيه العامري، والصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري. هنا المركز السابع، هنا يعود السمح فارس بن بخيت بن محمد المزروعي قادم ايضا يتسلل بدوره في هذه التحديات، وهنا القدوم ايضا هنا في هذا الاداء المميز. ولكن اعود الى الصداره مع الكيلو الاخير، الكيلو الاخير يا ابو محمد هو برون على الصداره على المقدمه، عتيق بن سيف بن حاضر العميمي على الصداره على المقدمه والمركز الاول، ولكن القادم السمح هنا لافي هنا بالصدارة، لافي بهذا الانطلاق المميز الجميل. هنا لافي لسعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، وهملول هملول القادم هملول هملول هنا سلطان بن حبروت بن سلطان بن سيف الاكتبي، ووصل هنا مياس، وصل مياس محمد بن بخيت بن لوتية العامري قادم هنا، ومزراق يأتينا رابعا لأحمد بن خليفة أحمد بن لأحمد بن سعيد بن عبيد الحميري. ولكن الله قرية التراثية، القرية التراثية والصراع الصراع، ولكن هنا مياس من يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلامها لمدينة العين، سلام محمد بن بخيت بن لوتية العامري من ينتزع الفوز ينتزع الناموس هنا بهذه الانطلاقة الجميلة واللحظات الأخيرة هنا. لافي عاد لافي وهنا الله مياس لافي لفى بالفوز وبالناموس. سعيد بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي المركز الثاني، مياس محمد بن خيط بلوتية العامري هملول حل في المركز الثاني، سلطان بن حبروت بن صاف سيف لقتبي، وياتينا الصاعد محمد بن طماطم بن حمد العامري، ومزراق خامسا لاحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري. ونعود الى التوقيت الزمني وانطلاقه وتحديات هنا اذا، واللحظات الأخيرة مع أيضا الخمسين متر أو هنا عشرين متر، انتزع هنا لافي الفوز وناموس لسعيد بن علي بن سعيد بن السبعة الدرعي. سلام مصانع الجنوب، سلام للرقيعات، سلام. هنا 12 دقيقة 46 ثانية بالوفاء والتمام والكمال توقيته الزمني، بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هنا مياس لمحمد بن بخيت بلوتية العامري بتوقيت الزمن مقداره 12 دقيقة 46 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، بينما المركز الثالث كانت انطلاقتي هنا هملول من أتانا بهذا الانطلاق والتحدي ب 12 دقيقة 46 ثانية، سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا للجميع.